الله أكبر يا عالم، وين العالم؟ وين العالم؟ وين الأمة؟ يا عربنا تعالوا اتفرجوا علينا. هذه الصورة التي يوزعها الجيش الإسرائيلي لما يسميه حربه ضد الإرهاب. معقل الإرهاب بالنسبة إليه كان هذه المرة مدرسة للأنروا. الضحايا نازحون، هاربون، باحثون عن الأمان. باغتهم القصف الوحشي فباتوا شهداء في مجزرة جديدة، بيت حانون. عشرات الشهداء وأكثر من 70 جريحا. المدفعية لم تخطئ الهدف، 10 قذائف متتالية شلعت أجساد الأطفال اليافعة. قال شهود عيان إن القذائف التي أطلقت على المدرسة هي من النوع المخصص لاستهداف الأفراد، والتي تنتشر شظاياها أفقيا لقتل أكبر عدد ممكن من البشر. وكما لم تميز إسرائيل المتعطشة للدماء المدارس التابعة للأمم المتحدة، فهي لم تميز هذه المستشفى، كما لم توفر البيوت، فحولت هذا البيت أنقاضاً على رؤوس ساكنيه. تتعذر الإحصاءات بسبب ما تتعرض له فرق الإسعاف من ضغوط، آخرها كان إطلاق الاحتلال النار على سيارتين تابعتين للصليب الأحمر. وفي ظل الموت المتلاحق لم تصدق هذه الأم أن طفلها كان من بين الناجين. ليس الأطفال وحدهم من يؤرقون إسرائيل، فموقع كتائب القسام يتعرض لمحاولات القرصنة باستمرار. يبث الموقع عمليات المقاومة الفلسطينية ويعدد الخسائر التي تتكبدها قوات الاحتلال، لكن حجب الموقع لا يحجب ما يجري على الأرض، والمقاومة مستمرة بالعمليات. فما لبثت الولايات المتحدة أن أعلنت رفع الحظر على رحلات شركات الطيران إلى مطار بن غوريون، حتى اهتز المطار على وقع صاروخين من نوع M75. ونشر فيديو يؤكد وقوع قوة خاصة من جيش الاحتلال في كمين. القسام استهدفت دبابة ميركافا شرق المغازي وأصابتها بشكل مباشر، كما قصفت تجمعا للآليات شرق جحر الديك ب7 قذائف هاون. رائحة الموت المنبعثة من شوارع غزة لم